اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى، وارحب بالدكتور معن دماغ المحلل السياسي اليمني من تونس. دكتور معن، اهلا وسهلا، مساء الخير. دكتور، ربما تابعت جلسه لمجلس الامن واصبحت اليمن كملف اعتيادي دائما على طاوله مجلس الامن، الحديث عن كلمات القيت، الامم المتحده تقول ان اليمن تعاني من الظروف الانسانيه، أن الحرب زادت من مجاعة اليمنيين، وأيضا لم تؤدي إلى حسم المعركة مع الإنقلابيين، وكذلك أشارت بعض التقارير وخاصة للجنة الخبراء المعنية بالعقوبات، قالت أن الدور التحالف وخاصة دولة الإمارات مثلا أنها تعيق أداء الحكومة الشرعية في البلاد، وأشارت إلى عدد من المسائل منها المعتقلات. كيف تنظر إلى المشهد عموما، مشهد القضية اليمنية في إطار هذه الجلسة؟ في إطار تقييمها أيضا. الجلسة يعني نمطية وطبيعية، لأنه ملف اليمن موضوع أمام الأمم المتحدة منذ سنوات حتى قبل الحرب وتحت البند السابع، وهناك جلسات دورية وجلسات استثنائية تتفرغ الملف وهذه طبيعة الأمور. المشكلة أن مقاربة الأمم المتحدة للملف اليمني وفي الواقع لأغلب ملفات المنطقة هي مقاربة غير حاسمة أيضا، حتى إذا كانت هناك الشكوى من عدم حسم الحرب، لكن المقاربة السياسية للأمم المتحدة هي مقاربة غير حاسمة. والسبب أمره بعد نعم، هل فقدنا الاتصال؟ نعم، نذهب إلى عدنان الجبرني، هو صحفي يمني مهتم بهذا الشأن. عدنان الجبرني. نعم عدنان، ربما أيضا أن تابعت هذه الجلسة، الكلمات أهم ما لفت انتباهك، خاصة في كلمة ولد الشيخ والحديث عن خطته التي أشار إليها دائما، خطة تسليم ميناء الحديدة والمحافظة إلى فريق من اليمنيين محايد، مع أن الحوثيين يرفضون أبدا هذا المقترح أو حتى مناقشته. نعم، كما قال الأستاذ معن، هي جلسة روتينية حاول فيها ولد الشيخ أن يضفي شرعية من مجلس الأمن على مقترحه بشأن الحديدة، وهو يضغط بهذا الشأن لكي يوافق الحوثيون، وأيضا اضطره ذلك إلى أن ذكر أنه تلقى في الشهر الماضي رسالة من وفد الإنقلابيين الحوثيون وصالح تفيد بأنهم يقبلون بالنقاش على ما تم يطرحه في مشاورات الكويت، وبالتالي دعاهم إلى لقاء في بلد ثالث لنقاش هذه الأشياء التي ممكن أن تناقش. لكن اليوم رد عليه الحوثيون، المجلس السياسي لجماعة الحوثي وصالح اليوم أصدر بيانا استهجن فيه الإحاطة لولد الشيخ بشكل إجمالي، وقال أنها تمثل غطاء لجرائم ما سماه بالعدوان. في المجمل كانت كلمة ولد الشيخ مكررة، يكرر فيها أو إحاطته تمثل إنجازات إجمال أو مجمل لتصريحاته لوسائل الإعلام والبيانات التي يصدرها بين فترة وأخرى عقب لقاءاته بالسياسيين، ولم يذكر فيها جديدا باستثناء بعض المضامين التي لعل من أبرزها أنه دعا الحوثيون وصالح إلى ممثلي الحوثيون وصالح إلى الاجتماع في بلد ثالث في أقرب وقت، وقال إن التأخير في هذه المسألة وتأخير النقاش في هذه المسألة قد يترتب عليه مضاعفة للحالة الإنسانية التي يمر بها البلد. في المضامين الأخرى التي ذكرها ولد الشيخ هي مكررة من قبل، لكنه حاول أن يعيد صياغة هذه الأمور بما يوحي بأن الأمم المتحدة ماضية قدما في إطار الحل السياسي، ولا أعتقد أن هناك أفق. كان ولد الشيخ يتحدث دون أفق أو دون أي خطوات من الممكن أن تنجز. هو أجرى جولة في عدد من العواصم العربية وذهب إلى إيران، لكنه تحدث عنها بشكل مجمل وقال أنه لمس أن هناك لمس خلال هذه الاجتماعات في هذه الدول أن هناك إجماع على الحل السياسي، وهي جملة مبهمة وغامضة لا توحي بأن هناك أي تقدم أو اختراق حققه ولد الشيخ خلال جولته الأخيرة سواء في الرياض أو في العواصم الأخرى. نعم عدنان، وأعود إلى الدكتور معن. دكتور معن، استمعت إلى ما يقوله عدنان الجبرني، وهو أشار إلى مسألة إحاطة ولد الشيخ، الحديث عن مقترح لتسليم ميناء الحديدة وأيضا المحافظة لفريق من المحايدين، وأشار إلى أنه يدعو الحوثيين وصالح إلى الاجتماع في دولة ثالثة لمناقشة هذه الأفكار، إلا أن الحوثيين وكما هي العادة يرفضون أبدا مناقشة هذه الأفكار.
يعني إلى ماذا يستند الولد الشيخ حين يقدم مثل هذه الإحاطات؟ أنا أتفق مع عدنان أن ابن الشيخ يراوح في مكانه، يكرر نفس المقترحات، وأصبح يتحدث في جزئية صغيرة تتعلق بجمالية منذ أشهر، وهو عالق في مسألة الحديدة وليس في موضوع تحقيق قرار الأمم المتحدة وإنجاز سلام دائم وقابل للاستمرار وتطبيق القرارات الدولية. أنا أعتقد أن الأزمة هي تكمن في طبيعة القرار الدولي الحالي. القوى الكبرى اليوم يعني لم تصل إلى تفاهمات بخصوص توزيع النفوذ، وطبعا من تحتها القوى الإقليمية، وبالتالي ليس لدى الأمم المتحدة من ناحية جدية أكثر من لعبة علاقات عامة. هنا وهناك مناشدات، الحديث عن الوضع الإنساني، طبعا الوضع الإنساني هو وضع صعب ويزداد صعوبة، لكن المسألة لا تتعلق بالحديث الجميل ولا بالنوايا الحسنة، تتعلق بتوفر الإرادة السياسية لدى الأمم المتحدة بالضغط على الأطراف المسؤولة في هذا عن هذه المأساة الإنسانية، وأساسا عن إشعال الحرب وعلى تهديم مسار التسوية السياسية التي كانت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول 18 ودول مجلس التعاون الخليجي كانت جزء من هذه التسوية، ورسمت بمشاركتها في الواقع. حتى في يوم من الأيام كان المبعوث الدولي وكأنه ليس وسيط ولكن كان يقرر بالنيابة عن اليمنيين. صحيح. وبالتالي أنا أتصور أنه الأمم المتحدة ليست جزء من الحل، هي معاقة الآن وهي لا تستطيع أن تقترح شيء. طبعا هناك بعض المنظمات المسؤولة في الأمم المتحدة في التغذية أو في اللاجئين تقدم خدمات معقولة، أما في الشق السياسي والشق الاستراتيجي الأمم المتحدة نفسها لا تستطيع أن تتقدم ولا أن تقدم أي مبادرة ذات معنى. نعم، ربما حتى أن ولد الشيخ تنتهي فترته في أكتوبر، ربما على هذه المسألة يراهن الحوثيون، أن حين يأتي أكتوبر مثلا الأمين العام للمتحدة الجديد لا يجدد لولد الشيخ ويأتي مبعوث جديد، ومن ثم أيضا يدخل في جولة أخرى من المفاوضات. تؤيد هذه الفكرة؟ لكن هو في الواقع أيضا الوقت لا يمضي في مصلحة تحالف علي عبد الله صالح والحوثيين. كيف؟ صحيح أن الأوضاع العسكرية تبدو مجمدة، لكن منذ شهور طويلة لم يحققوا أي إنجاز عسكري، لم يحققوا أي إنجاز سياسي، قواعدهم تتدمر، الوضع الأمني والوضع الإداري في المناطق الخاضعة لسيطرتهم يتراجع، التحالف نفسه القائم بين علي عبد الله صالح وبين الحوثي يشكو من تشرقات حقيقية وجدية، رغم أن طبيعة المخاطر التي تحيط بتحالفهم تجعلهم إلى حد الآن لا يذهبون لصدر مفتوح، لكن طبيعة تركيب هذه القوى لا تقبل سوى بالهيمنة المطلقة والكاملة، ولقاء وتحالف الضرورة يحمل في طياته كثير من المتفجرات التي قد تنفجر في أقرب حال، وبالتالي ربما الأزمة هي في الضفة الأخرى، أزمة السيادة الشرعية والتحالف والمقاومة التي من ناحية لم تستطع أن تطور خطاب سياسي لتحفيز بقية المواطنين للتنظم ضد التحالف الحوثي الصالحي، ولم تستطع معا اليمنيون يتكدسون معا، هناك 400 جندي ربما في معسكرات الشرعية والجميع يتكدس، يعني لا تشكو المعسكرات او التي تقاوم الحوثيين من المجندين، هناك مجندون كفر وتحولت قضاياهم الى قضايا مرتبات، خاصه الكثير منهم لا يستلم المرتبات، لكن الامر هو يتطلب قرار ربما سياسي لحسم المعركه مع الحوثيين وصالح. عدنان اشار معني لهذه المساله وقال الجميع يبدو متورط في هذا التوقف للمسار السياسي، إضافة للمسار العسكري والذي يبدو أيضا متوقفا هو الآخر. كيف تبدو لك بعد هذه الإحاطة؟ هل هناك ربما مسار سياسي يمكن لولد الشيخ التحرك فيه، أم الأمر ربما سيكون مجمدا حتى أكتوبر القادم حيث يجدد له ولاية أخرى أو لا؟ نعم، تجمد أو الجمود الحاصل في الملف العسكري لا يعني منطقية الحديث عن الحل السياسي أو تكرار هذه المفردة من قبل المبعوث الأممي أنها من الممكن أن تفضي إلى حل. أنا أعتقد أن ما لم يحدث تغير في مواقف الدول الرئيسية في مجلس الأمن باتجاه الضغط لحل سياسي
فسنظل نشهد من هذه الجلسات التي يتحدث فيها ولد الشيخ بكلام مكرور، وتتحدث فيها أيضا مداخلات للأوروغواي وكولومبيا والإكوادور والدول الهامشية، ربما تتحدث بعاطفة عن الحل السياسي والكارثة الإنسانية في اليمن، لكن دون الإشارة إلى حلول أو فتح مسارات للحل السياسي ليكون أقرب إلى التنفيذ. التطبيق. نعم. هذه كل هذا الحديث في نعم. نعم عدنان، المسار السياسي كما تقول ليس هناك أي ظروف مواتية له. لا تتوفر أي شروط للحل السياسي حاليا، بل إن المستجدات الأخيرة في صنعاء بين تحالف الحوثي وصالح هي تهيئ أكثر لتعزيز المسار العسكري، وأنه حان الوقت لإلحاق هزيمة بهذا التحالف. أصبح الآن تحالف الحوثي وصالح هشا من الداخل. هذه الخلافات لم تعد مجرد تكهنات أو أمنيات لدى هذا أو ذاك، بدأت تظهر على السطح بشكل أو بآخر. هناك ارتباط استراتيجي بين جماعة الحوثي وصالح، لكن هذه الخلافات قد تؤثر بشكل أو بآخر على جبهات القتال التابعة لهم، وبالتالي هنا يعني تبرز فرصة جديدة لإلحاق هزيمة معينة هنا أو هناك بهذا التحالف وإنهاكه من الداخل عبر الضغط بعمل عسكري جاد، تتوفر ظروف النصر فيه، وبالتالي تتحقق شروط أكبر. هذا المسار، تقدم المسار العسكري، هو ما سيتيح فرصة لتقدم المسار السياسي، ويجبر تحالف الحوثي وصالح إلى الخضوع والتعاطي بإيجابية وجدية مع المقترحات التي يقدمها المبعوث الأممي. بهذه الطريقة سنظل يعني نراوح مكاننا لهذه الجولات المكوكية للمبعوث الأممي فقط. نعم عدنان، الحديث عن تسوية سياسية أو حل سياسي يحتاج إلى ضغط عسكري كما أشرت. وأذهب أيضا إلى الدكتور معن. دكتور معن كان أشار إلى عجز المقاومة، لكن الجيوش اليمنية التي تقاوم الحوثيين لا تشكو من كلها، هناك أكثر من 400 ألف مجند في هذه المعسكرات، والجميع يتكدسون هناك بدون قرار سياسي للحسم. معن، المسألة هي لا تتعلق فقط بالأداء والإنجاز العسكري، المسألة تتعلق بالخطاب السياسي وتتعلق بطبيعة المشروع المجتمعي الذي تحمله المقاومة الشعبية. الذي يميز المقاومة الشعبية أنها تنتمي إلى المجتمع، وبالتالي تعبر عن مصالح مختلفة عن المصالح التي تعبر عنها أغلب النخب السياسية بما فيها التي أصبحت اليوم أو التي انضمت، وهي جزء كبير منها كانت تخدم دولة علي عبد الناصر، التي انضمت للشرعية. هذه مسألة. الإشكال أنه قرار أيضا الجيش الوطني والقيادة الشرعية أنه واضح أنه يعني لا يتمتع بالاستقلال الكافي، ولم يحاول في الواقع أن ينتزع الاستقلال من التحالف العربي، وهناك بالعكس مراهنة على هذا التحالف. اليوم أنا أرى كثير مساعدين بأن المسألة سوف تقول أن القيادة الميدانية فعلا ستكون من نصيب السعوديين للإماراتيين، وهذا يدل على أزمة التفكير السياسي وعلى السطحية في الواقع النخب السياسية التي لا تستطيع أن تمارس السياسة إلا يوم بيوم، وتنظر إلى يعني إلى مصالحها المباشرة الآنية واليومية، وليس لديها أي خيال سياسي وليس لديها أي حتى ذلك الحين معنا أنت كيف قادتنا من مأزق إلى مأزق في الواقع. الشغل باليومية يعني شغل السياسة باليومية، لكن حتى ذلك الحين كيف تتنبأ لهذا المشهد؟ كيف يمكن أن ينتهي مثلا؟ كيف يمكن أن ينتهي ماذا عفوا؟ هذا المشهد نفسه، الشغل السياسي باليومية، يعني تظن الجميع عالق في هذه الدوامة، التحالف يبدو عالق، الشرعية تبدو عالقة، المقاومة عالقة، الحوثيون عالقون. نعم نعم، بالنسبة للطبقة السياسية هذا أمر جوهري، ويعني طبيعة تكوين الانتهازي يجعلها تتصرف دائما بهذه الطريقة. هو كان دائما التعويل هو على المقاومة الشعبية، على المواطنين، على القيادات التي أنتجتها ثورة فبراير، وعلى القيادات في الجيش وفي الدولة التي أنتجتها حركة المقاومة الشعبية، على قطاعات الجيش التي نشأت بشكل وطني وبشكل مقاوم، والتي بادرت للتصدي للجائحة الحوثية في تعز خصوصا، وعلى شباب الأحزاب التقليدية أنها تستطيع أن تكسر دائرة المراوحة في المكان وانتظار الأوامر من قيادة في الواقع خارج الجاهزية وخارج المصالح الاجتماعية لأغلب حتى المنتمين لهذه الأحزاب. بالنسبة للقيادة السياسية التقليدية وقيادة الأحزاب وقيادة الشرعية، نحن نتعامل مع أمر يعني
واقع لكن لا نراهن عليهم، وليس في تاريخهم ولا في شخصيتهم. في اغلب الحالات ما يجعلنا نتوقع ان سلوكهم سوف يتبدل. المراهنه هي على المجتمع، والناس بحاجه الى خطاب سياسي جديد يعبر على مصالح الناس، وليس فقط على ردود الافعال الغرائزيه وتحريض المناطق والجهوي كما. وهذا ايضا قاد يعني اثر كثيرا سلبا في اداره المناطق المحرره، بدل من تحقيق مصالح المواطنين في الخدمات وفي العمل وفي الصحه، تم تعبئتهم على اساس الكراهيه لابناء شعبهم من مناطق ومن جهات ومن طوائف اخرى. نعم. ورأينا إلى أين قدم ذلك الوضع، يعني أضاع وقت طويل وسمح للتحالف الحوثي الصالحي بأن يتماسك، لأنهم يظهرون لجزء من السكان أنهم ممثلينهم الشرعيين، يمثلون أيضا مصالحهم، المواطنين والأحزاب تعاديهم على أساس الجهة والقبيلة والطائفة. نعم دكتور معن دماغ، شكرا لك، كنت معي من تونس، أعود إليك. وكلمة أخيرة عدنان الجبرني. نعم، ذكر الأستاذ معنا أن نقطة مهمة وهي استقلالية المقاومة عن النخبة السياسية التي تبدو معاقة حاليا. نعم، وأنا أعتقد هنا أن قرار الحرب أصبح مشتركا ما بين التحالف والجيش الوطني. تم التقدم خطوات كبيرة باتجاه دمج المقاومة في الجيش الوطني، وأصبح القرار يدار من غرفة عمليات واحدة. لكن هو قال أيضا نقطة جملة أخرى مهمة، وهو أننا نتعامل مع أمر واقع ولكننا لا نراهن عليه. اليوم لدينا ضمان كبير، أهم الضمانات هو هذا الجيش الوطني بعشرات الآلاف الممتد في عشرات المعسكرات على مستوى المناطق المحررة. هذا هو أهم الضمانات التي قد تضمن وتضغط باتجاه تحقيق التحالف لهدفه الأهم، وهو استعادة الدولة وتحرير البلد كاملا من سلطة الانقلاب الحوثي، انقلاب الحوثي وصالح. وبالتالي يمكننا المراهنة على هذا الجيش ودعمه أكثر، لأنه الآن لا تتوفر أي عوامل لهذه الاستقلالية لحل سياسي. نعم، بدون الأهداف والتقدم بخطوات منفردة. نعم، بدون ضغط عسكري، لن يكون هناك حديث عن تسوية سياسية. هذه الفكرة. عدنان الجبرني الصحفي من مأرب، أشكرك، كما أشكر أيضا الدكتور معن دماج والذي كان معي من العاصمة التونسية تونس. إذن أعزائي المشاهدين، الشكر لكم أنتم بطبيعة الحال، على أمل لقاء بكم في حديث لمساء آخر. في أمان الله. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب، واضغط الجرس ليصلك الإشعار.